مشاهدينا طبعا صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم السبت 22 من آب من العام 2015، يوم أو 30 هذا الصباح لهذا اليوم. محطات مختلفة ونبدأها بقراءة سريعة لأبرز عناوين الصحف والشأن العربي والمحلي والدولي. وصباح الخير لميمة. صباح الخير لك هميس، وتحية صباحية لجميع مشاهدينا أينما كنتم تتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين وفلسطين هذا الصباح. كما ذكر خميس نطالع الصحافة المحلية وبعدها بنكون في مواضيعنا المنوعة هذا اليوم، ولازلنا نتابع طبعا قضية الأسير محمد علان وتعليق طبعا قرار اعتقاله الإداري، وهو لا يزال موجود في مشفى برزيلاي في عسقلان. من استوداتنا في غزة هذا الصباح نتوقف مع محطة خاصة والمشاريع الخدماتية وسط تنامي السياحة الداخلية. من نابلس ومحطة تتحدث عن واقع المرأة الفلسطينية في الضفة وفي المحافظات الجنوبية في غزة، نتعرف أكثر على هذا الواقع في ظل الاحتلال. الصباح أيضا نتوقف مع افتتاح العام الدراسي وإطلاق البوابة التعليمية الإلكترونية، وضيفنا دكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي. ضمن موضوع السلامة العامة مشاهدينا، طبعا في محافظة الخليل ووجوب أن يكون هناك تراخيص للبنايات الشاهقة الارتفاع، ويجب أن تكون هذه العمارات تتوفر فيها شروط السلامة العامة، ودون توفر هذه الشروط لن تمنح التراخيص لأي من هذه المباني. لمحبي ومحبات الشوكولاتة هذا الصباح نتوقف مع الحديث عن فوائد وأضرار تناول الشوكولاتة، وإن شاء الله ما يكون بشكل مفرط بشكل كبير. المهم أنها بتحسن النفسية وبتحسن المزاج، غير هيك إحنا رياضيين وفيش عندنا مشكلة مع الشوكولاتة. نحكي عن سلبيات إذا في سلبيات. أكيد. هذا كل ما لدينا في فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم مشاهدينا. نتوقف مع فاصل قصير ونعود مع قراءة سريعة على أبرز عناوين الصحف. تفضلوا بالبقاء معنا ونهاركم سعيد إن شاء الله. هموم الناس، شكواهم، مشاكل حياتهم اليومية هي محور الحدث. هذا وطن للجميع، مش لعب، مش لفصيل من الفصائل. زمان بقينا نشتغل في إسرائيل، لكن اليوم في حدا مدور علينا. فيش إشي ملموس، لا مي ولا كهرب ولا شغل ولا إشي. والله المعبر فاتح من الصبح لا. مرة 3 ميل، مرة 6 ميل، مرة 3 ميل، مرة 6 ميل. بدنا نعرف لإمتى هذه الحكاية؟ بدنا نخلص إن شاء الله، بدنا يفتحوا لنا البحر نتريح، يا علينا موسم. بدنا نترزق، بدنا نعيش. كل هذه القضايا والمواضيع تابعوها معي أنا سلمان بشير في برنامج مع الحدث. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا.
بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي يا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي نور الشمس يا نور عينيكي انت حلوة ما شاء الله عليك نور الشمس يا نور عينيك انت حلوة ما شاء الله عليك من جديد مشاهدينا نرحب بكل الذين انضموا إلينا في فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم ونبدأ أولى محطاتنا مع قراءة سريعة لأبرز عناوين الصحف نبدأها مع أولى الأيام وإصابة العشرات خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية الأسبوعية صلاة على أراضي حي بطن الهوى المهددة بالمصادرة في القدس المحتلة باللون الأحمر أيضا على أولى الأيام هذا الصباح فلكيا عيد الأضحى يوم الأربعاء 23 من أيلول حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين الموافق 14 من أيلول المقبل سيكون غرة شهر ذي الحجة للعام 1436 هجرية وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 22 من أيلول ويوم الأربعاء 23 من أيلول أول أيام عيد الأضحى المبارك. إلى الحياة الجديدة وأبرز ما عنونت هذا الصباح طبعا مع خبر عيد الأضحى كل عام وجميع المسلمين خير. بألف خير. إذن الحياة الجديدة وفي عنوانها الرئيس الاحتلال يقمع مسيرات بالضفة ومقدسيون يؤدون صلاة الجمعة على أرض حي مهدد بالمصادرة في سلوان قداس على أراضي وادي أحمد في بيت جالة احتجاجا على استمرار التجريف. وفي موازاة توسيع المستوطنات الأمم المتحدة إسرائيل هجرت الأسبوع الماضي أكبر عدد من المواطنين في ثلاثة أيام في الإشارة إلى تهجير 132 فلسطينيا بينهم 82 طفلا وهو العدد الأكبر منذ ثلاثة أعوام. ونددت أمس 31 منظمة حقوقية بعملية الإزالة التي قامت بها إسرائيل والتي تدمر فرص التوصل إلى عملية السلام طبعا في المناطق المصنفة جيم. أيضا نتابع إصابة طفلين شقيقين بانفجار جسم مشبوه في رفح والعثور على جثة شاب في دورة ومصرع عامل من بيت قاد. خمسة أسرى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام حسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين. من أولى الأيام نقرأ هذا الصباح أيضا الخارجية الأمريكية تعبر عن انزعاجها جراء هدم الاحتلال منازل في الضفة حيث عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي على تنفيذ سلطات الاحتلال عددا من عمليات الهدم في الضفة والقدس الشرقية المحتلة بالقول إننا منزعجون من التصعيد الأخير في أعمال الهدم والإخلاء والتي تشمل تدمير العشرات من المنشآت وتشريد أكثر من 150 شخصا في الضفة الغربية والقدس
هذا الشهر وحده. وأضاف كيربي: نحن نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة الحاصلة في أنحاء الضفة والقدس الشرقية، ونسجل إدانتنا لكل أعمال العنف بما في ذلك الهجمات الأخيرة، وندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر وإعادة الهدوء. من أولى الأيام أيضا إصابة 3 مستوطنين شمال غربي القدس، والأمم المتحدة ارتفاع في وتيرة هدم المنازل، و78 مواطنا فلسطينيا هجروا في يوم واحد. بالعودة إلى الحياة الجديدة والتوتر في المنطقة الشمالية في الجولان السوري المحتل وفي أيضا الجولان في دولة سوريا، إذن إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على الجليل بتسهيل من إيران، والهندي ينفي. 5 شهداء في غارة استهدفت المنطقة الخاضعة لسيطرة سوريا في الجولان. إذن استشهدت مجموعة من 4 أو 5 أشخاص في غارة إسرائيلية أمس استهدفت المنطقة الخاضعة لسوريا في الجولان. تقول إسرائيل إنها المجموعة المسؤولة عن إطلاق صواريخ باتجاهها يوم الخميس، لكن حركة الجهاد الإسلامي نفت هذا الموضوع. في سياق متصل، الإذاعة الإسرائيلية المخابرات التركية هددت بطرد أي ناشط في حماس يتورط بهجمات ضد إسرائيل، وأبلغتهم أن أي شخص منهم يثبت ضلوعه بنشاط يستهدف إسرائيل انطلاقا من الأراضي التركية يعني مساسا بسياسة التركية، ما سيؤدي لطرده من البلاد أو حتى محاكمته. الإذاعة العبرية أضافت أنهم في سياق صفقة إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قررت تركيا منع أي نشاط عسكري يستهدف إسرائيل انطلاقا من أراضيها. نبقى في إسرائيل، لكنها هذه المرة من بين الدول العشر الأواخر في مؤشر الفساد، حيث احتلت المرتبة 32 في مؤشر الفساد الذي يضم 41 دولة. مشعل يؤكد: اتصالات التهدئة تبدو إيجابية، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق. حيث قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن الاتصالات الخاصة بجهود بعض الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة تبدو إيجابية، لكن حتى الآن لم نصل إلى اتفاق. ضاف مشعل في مقابلة أجرتها معه صحيفة العربي الجديد: إن الحديث يدور حول المشاكل الخمسة التي يعاني منها القطاع، وهي الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر ومشكلة 50,000 موظف والميناء والمطار وأخيرا البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق. أوضح أن الرئيس المستقيل للجنة الرباعية توني بلير وغيره طرحوا بالفعل على حركته فكرة التهدئة لبعض سنوات وسموها هدنة، وكان جواب حماس: لا نحتاج لا إلى تهدئة ولا إلى هدنة، لا نحتاج إلى مصطلحات جديدة، فنحن لا نريد حروبا، لكن هناك مقاومة مشروعة ستظل مستمرة ضد الاحتلال طالما هناك احتلال واستيطان، لكن لا نسعى إلى حروب. البيت الأبيض يقول: مقتل المسؤول الثاني في داعش في ضربة أمريكية بالعراق. والقسام تقول: ملف المختطفين في سيناء أصبح بين أيدينا ولن نترك أبناءنا. براك: إسرائيل جهزت خطة لضرب إيران 3 مرات. ومن اليمن: عشرات القتلى في غارات للتحالف على مدينة تعز، تصاعد التوتر في هضبة الجولان السورية وسقوط قتلى في غارة إسرائيلية، ونتنياهو يقول: ليس لدينا رغبة بالتصعيد مع إيران. فيما يتعلق بموضوع الحرارة، والجميع لاحظ ارتفاع الحرارة في هذا العام وهذا الصيف، يعني شهدنا ارتفاع متواتر في درجات الحرارة وأكثر من موجة حر ضربت المنطقة. إذن 2015 من أشد الأعوام حرارة على كوكب الأرض، حيث شهد العالم مستويات قياسية جديدة للحرارة مع تسجيل درجات شهرية غير مسبوقة منذ البدء بتسجيلها عام 1880. إذ كانت الأشهر 7 الأولى من عام 2015 الأكثر حرا في تاريخ هذه البيانات على ما أعلنت السلطات الأمريكية، وتؤكد هذه الأرقام الجديدة تسارع حدة الاحترار المناخي بعد العام 2014. وفي حالة الطقس في المنطقة، الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام. طبعا حسب الأرصاد الجوية لا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة، لكن يوم غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة. والمهم انحسار موجة الحر إن شاء الله يوم غد وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.
إلى أولى القدس هذا الصباح بعض العناوين: ذكرى 46 لإحراق المسجد الأقصى المبارك التي صادفت يوم أمس 21 من آب. أسلوب جديد تستخدمه بلدية القدس للاستيلاء على الأراضي في المدينة، قرار بتحويل 1300 دونم إلى حديقة مؤقتة، 252 وحدة جديدة في مستوطنة بزقات زائف. في الشأن الميداني، إصابات وحالة اختناق في المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والجدار بالضفة، ومقدسيون يصلون الجمعة على أراضي بطن الهواء المهددة بالمصادرة. واشنطن منزعجة من هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية، ومشعل يقول اتصالات التهدئة إيجابية لكن لا اتفاق بعد. إغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى. في موضوع الجولان، 5 قتلى في غارة إسرائيلية على القنيطرة، الجهاد الإسلامي تنفي اتهامها بتنفيذ هجوم يوم الخميس، وتصعيد جديد للتوتر في الجولان. أبو يوسف لصحيفة القدس: اجتماع تنفيذية سيحدد حيثية اجتماع الوطني الطارئ، ولن يبحث إقالة عبد ربه ودعوة الإطار القيادي. إسرائيل تغرم تاجر بيض فلسطيني 150 ألف شيكل. وأخيرا، وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها جراء اعتداء عليه في شعفاط. وهذه أبرز العناوين ربما ما تبقى عن حريق الأقصى خميس تحت عنوان آرمسترونغ زرع الفكرة وروهان أشعل النار. إذن الأسترالي مايكل دينيس روهان كان أحد أتباع كنيسة الرب التي أسسها القس آرمسترونغ في ثلاثينيات القرن الماضي في كاليفورنيا، بعد ارتكابه لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 من آب عام 1969. نأت هذه الكنيسة بنفسها عنه وقالت إنه ليس من أتباعها. طبعا جريمة حرق المسجد الأقصى المبارك كانت المحاولة الثانية لنفس الشخص، ففي 11/8 عام 1969 حاول إحراق المسجد الأقصى المبارك لكنه لم يفلح، وبعد 10 أيام قام في هذا الموضوع مرة أخرى ونتج ما نتج من احتراق في المسجد الأقصى المبارك ومن منبر صلاح الدين الموجود هناك. أخيرا، دراسة تقول زيت الزيتون البكر الخالص يساهم في خفض السكر والكوليسترول في الدم بالمقارنة بمصادر الدهون الأخرى، ويعني زيت الزيتون والحمد لله موجود عندنا بوفرة في فلسطين وبجودة عالية. طبعا لأن كانت هذه أبرز عناوين الصحف لهذا الصباح. مشاهدينا، توقف مع فاصل قصير ونبدأ محطاتنا المنوعة، تفضلوا بالبقاء معنا. عجبين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك. عجبين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعلى المي كانت مكتوبة أخبارك. اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا حبك رح يجمعنا يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين. بالدم والروح بالمجروح نفديكي بالدم والروح
ربتنا شربنا من دمع الحنين هالأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين يم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين مشاهدينا. نرحب بكل الذين انضموا إلينا إلى فلسطين هذا الصباح ومحطتنا المنوعة الأولى، نبدأها مع وضع الأسير محمد علان، آخر الأخبار المتعلقة بوضعه الصحي. ويوم أمس كان هناك فيديو خاص من محمد علان من مستشفى برزلاي حيث يرقد للعلاج، وفيه شكر الأحرار في العالم الذين وقفوا معه ومع عائلته في هذه الفترة الحرجة في فترة إضرابه عن الطعن. لا زال وضع محمد علان هو الأكثر تداولا في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية، وأكيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نكون دائما باطلاع على آخر تطورات وضعه الصحي. وطبعا نرحب هنا في الاستوديو بالاستاذ جميل سعاده المحامي في هيئه شؤون الاسرى. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. كانت هناك زياره لمحامي من قبلكم يوم الخميس الماضي، يعني اول امبارح، فاحنا اكيد حابين بدايه نطمئن على وضعه الصحي في مشفى برزلاي في عسقلان. بدايه يسعد صباحكم صباح جميع الساده المشاهدين. بالفعل تمت زيارته يوم الخميس الماضي بعد صدور قرار المحكمه العليا لإفهام الأسير ما هي طبيعة القرار والفحوى القرار، وبناء عليه قام الأسير بفك إضرابه، والآن ليس بالأسير، هو موجود بمستشفى برزلاي يتماثل للشفاء. وضع فك الصحي. إضرابه عن الطعام. نعم، فك إضرابه عن الطعام يوم الخميس، وكما أسلفت هو الآن يتماثل للشفاء في مستشفى برزلاي في عسقلان. الأسير رغم الخطر الشديد الذي يتهدد حياته إلا أنه بدأ يطرأ تحسن طفيف على صحته بعد فترة الإضراب التي خاضها. قلت أنه ليس أسيرا، ولكن نعم. هذا الموضوع بحاجة إلى توضيح للرأي العام وتوضيح لنا، يعني أنا ومي هذا الصباح، هل سيعود محمد علان إلى الاعتقال الإداري بعد أن يتماثل للشفاء، بعد أن تعود الأمور لسابق عهدها؟ قرار المحكمة العليا هو وقف الاعتقال الإداري أو تجميده، بمعنى استخدموا مصطلح تعليق الاعتقال الإداري. نحن في بداية الأمر تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير نظرا لخطورة وضعه الصحي التي وصلت إليها نتيجة فترة الإضراب الطويل. كان هنالك مداولات من خلال المحكمة مع النيابة، وكان العرض الأول من قبل النيابة الإسرائيلية بالإبعاد عن الأراضي الفلسطينية لمدة 4 سنوات، وهذا الطرح كان مرفوض من قبلنا في هيئة الأسرى. إضافة إلى أنه يوم الأربعاء كان هنالك عرض جديد بالإفراج عنه في 3/11 القادم وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مرة أخرى، وكذلك كان هذا الطرح مرفوض من قبلنا لأنه كان موضوع القرار أو الطلب الذي قدم من قبلنا الالتماس هو الإفراج المبكر عنه أي حالا.
إلا أن القرار جاء بوقف الاعتقال الإداري وتجميده أو تعليقه. كلها هاي مصطلحات يعني تقريبا نفس المضمون بتعني لحين استضاح وضعه الصحي، أي يعني بعد الأسير بحاجة إلى فترة تقريبا أسبوعين للعلاج داخل المستشفى، وبعد ذلك سيتقرر وضعه الاعتقالي. سيكون بث مرة أخرى في هذا الموضوع. طب حتى نوضح أيضا أنه موضوع تعليق الاعتقال الإداري جاء بسبب وضعه الصحي وليس تعليقا على موضوع الاعتقال الإداري بشكل عام، صحيح؟ وهذه النقطة حابين أيضا توضحوها للسادة المشاهدين. القرار هو جاء لوضعه الصحي بسبب أنه دخل في حالة غيبوبة، وكان هنالك خطر شديد يتهدد حياته، مما اضطرنا إلى تقديم التماس عاجل للإفراج عنه نتيجة وضعه الصحي. وكذلك بموضوع الالتماس الذي تقدمناه أوقفنا موضوع التغذية القصرية التي كانت ستنفذ بحق محمد علان. هذه التجربة كيف يمكن النظر إليها؟ تجربة الإضراب الفردي عن الطعام، أنتم في هيئة شؤون الأسرة كيف تنظرون لها؟ سبقها تجارب أخرى من خضر عدنان، العيساوي، ما إلى ذلك. هل هي أسلوب ناجح للفت الأنظار إلى قضية الاعتقال الإداري؟ هل نجحت بالفعل أم ماذا؟ المعركة الأمعاء الخاوية هي سواء كانت فردية أو جماعية بحق الأسرة هي بتقديرنا أنها منتجة وتحقق نتائج. وبحق الأسرة الذين خاضوا هذه التجربة كانت هنالك نتائج إيجابية بحقهم، وكالأسير المحرر الآن خضر عدنان ومحمد علان وممن سبقوهم، إلا أن إذا كان الاعتقال أو الإضراب بشكل جماعي يحقق نتائج أفضل من الإضراب بشكل فردي. فيما يتعلق بموضوع الاعتقال الإداري، وبتوقع أنه الأسرى اللي ذكرناهم سواء العيساوي أو خضر عدنان أو محمد علان سلطوا الضوء على هذا الموضوع، وأصبح العالم بأكمله، المجتمع الغربي والأمم المتحدة وغيرها، على علم وعلى اطلاع عن ماهية الاعتقال الإداري وعلى ظلم هذه السياسة بحق الأسرى والمعتقلين الإسرائيليين. هل برأيك حصل اختراق ولو بسيط فيما يتعلق بتعاطي المجتمع الدولي مع قضية الأسرى أسران البواسل في سجون الاحتلال، وتغيرت هذه النظرة لإسرائيل كانت بشكل عام تحاول ترويجها أنهم يزعزعوا أمن إسرائيل، أنهم إرهابيين بين مزدوجين؟ هل نجحنا في هذا الموضوع على الأقل؟ صحيح، بالفعل الاعتقال الإداري هو كما تعلمون هو وضع الأسير في السجون دون توجيه أي لائحة اتهام. استطعنا من خلال التظاهرات والسفارات وأبناء والجالية الفلسطينية في جميع دول العالم بإيصال صوت الأسرى وإبراز قضيتهم وقضية الاعتقال الإداري إلى المجتمع الدولي. نعم، هل سنشهد حراكا معينا في الفترة المقبلة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فيما يخص المعتقلين الإداريين على وجه الخصوص، وهذه المعاناة المستمرة، عملية تجديد هذه الشبه المستمرة بخصوص المعتقلين الأسرى الإداريين؟ بالفعل نحن في هيئة الأسرى لنا حراك على المستوى القانوني بخصوص قضية الاعتقال الإداري، ولكن الاعتقال الإداري هو يأتي بناء على قرار من المخابرات الإسرائيلية لوضع الأسير داخل السجون، وكيفية الاحتجاج على هذا القرار الإداري من خلال التقدم باستئنافات إلى المحاكم، ولكن بأغلب الحالات يأتي هذا الرد على الاستئناف بالرفض. ولكن في حالة دخل الأسير في إضراب نقوم بزيارته والتضامن معه، وكذلك محاولة إيجاد حله كما حصل مع محمد علان. فيما يتعلق في موضوع الزيارات، لما كان محمد علان وضعه غاية في الخطورة لما دخل في غيبوبة، يعني من توجه إلى المشفى لزيارته تم رفض هذه الزيارة، وآخرها كان الدكتور هاني عبدين الذي أفد رسميا لزيارته، وتدخل الشباك في هذا الموضوع. يعني ماذا قانونية تعامل إسرائيل في ما يتعلق بموضوع الزيارات ومع المحامين والجهات الرسمية الفلسطينية فيما يتعلق بمحمد علان، والإجراءات اللي طبقتها إسرائيل لمنع أي جهة من زيارته أو الاطمئنان عليه، حتى كان هناك تعتيم على الأخبار الواردة من مستشفى برزلاي؟
الأسير بمجرد دخوله في إضراب عن الطعام تقوم سلطات الاحتلال بعزله عن المجتمع الخارجي من خلال منع زياراته من خلال المحامين أو حتى من خلال الأعضاء العرب في الكنيسة الإسرائيلي أو التماطل المماطلة في الزيارات. نحن كان هنالك صعوبة في زيارة محمد علان أثناء ما كان موجود في مستشفى سيروكا، وزادت زاد هذا التجديد بعد نقله إلى مستشفى برزيلاي ودخوله في غيبوبة لعزله عن العالم الخارجي أو حتى معرفة وضعه الصحي. كيف نظرتم أستاذ جميل لدور الصليب الأحمر خلال الفترة الماضية، المؤسسات الحقوقية، أيضا نقابة الأطباء في الإسرائيليين الذين رفضوا تنفيذ موضوع التغذية القسرية؟ بالفعل بمجرد أن أعلنت إدارة السجون أنها ستقوم بتغذية محمد علان قسرا كان هنالك موقف إيجابي إلى نقابة الأطباء الإسرائيليين برفضهم لهذا القانون وتحذير أي طبيب إسرائيلي يتعامل مع هذا القانون بأنه سيفصل من نقابة الأطباء الإسرائيليين. وبخصوص الصليب الأحمر، الصليب الأحمر قام بدوره إلا أنه يقع على عاتقه عبء كبير في اتجاه قضية الأسرى، وبتقديرنا أنه مهما قام بأي عمل إلا أنه يبقى مقصر وبحاجة إلى بذل الجهد الكبير مزيد من الجهد صحيح اتجاه الأسرى، اتجاه القضية بشكل عام. نعم. قضايا الأسرى بشكل عام كونه هو دور محايد في هذه القضية. يعني أخيرا أكيد أنت رح تتابعوا أول بأول التطور على وضعه الصحي وأيضا التطورات اللي ممكن أنها تحصل من المحكمة الإسرائيلية فيما يخص موضوع اعتقاله الإداري. برأيك كم ممكن سقف زمني حتى تعود المحكمة الإسرائيلية للبت في موضوع اعتقاله، تثبيته أو إطلاق سراح محمد علان؟ محمد علان هو عنده قرار بالاعتقال الإداري حتى تاريخ 3/11 القادم، من الممكن أن يتضح موضوع اعتقاله الإداري بعد حوالي أسبوعين حتى يتماثل للشفاء، لأنه هذه الفترة بحاجة لها حتى يستعيد قواه وعافيته. شكرا جزيلا لك الأستاذ جميل سعادة محامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين. سعد صباح. شكرا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا بعد الفاصل بنكون مع استديوهاتنا في غزة والمشاريع الخدماتية في القطاع وستنامي موضوع السياحة الداخلية. من جديد مشاهدينا محطة أخرى من فلسطين على الصباح من غزة والمشاريع الخدماتية وسط تنامي السياحة الداخلية في القطاع مع أسماء الودية. صباح الخير يا أسماء. صباح الخير يا أسماء.
صباح الخيرات ماي، صباح الخير خميس كمان، يسعد صباح كل السادة المشاهدين وين ما كنتوا بتتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين بفلسطين هذا الصباح من استديوهات قطاع غزة. طبعا مشاهدينا بالفعل رح نتحدث اليوم عن ازدياد المشاريع الخدماتية على الرغم من وجود الحصار في قطاع غزة، يعني هل تتأثر هاي المشاريع بالحصار؟ هل تتأثر بالمعابر أيضا؟ هاي المواضيع رح نتحدث عنها أكثر مع ضيفي المتواجد معي في الأستوديو لهذا اليوم الدكتور ماهر الطباخ خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، نورنا كالعادة بفلسطين الصباح بالتأكيد. متواصلين مع حضرتك بخصوص هذا الموضوع عن ازدياد المشاريع الخدماتية. بداية نتعرف عن أسباب هاي المشاريع، ولكن دكتور قبل يعني عفوا عن المقاطعة، قبل ما نتعرف على هاي الأسباب خلينا نتابع ونشاهد مشاهدينا هذا التقرير ومن ثم سنعود إليكم، ابقوا معنا. في السنوات الخمس الماضية توجه رجال الأعمال وأصحاب رؤوس المال إلى الاستثمار الداخلي. هذا الاستثمار تبلور في مشاريع السياحة الداخلية التي أخذت طريقها في التنامي. ففي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تحول رؤوس الأموال في قطاع غزة إلى المشاريع الخدماتية كالمطاعم والمرافق الترفيهية والمنتجعات وضخ ملايين الدولارات نحوها. توجه رجال الأعمال، كان رجل أعمال دائما بفكر ما ينيمش فلوسه، فلابد أن يجد مكان يستثمر فيه. فيش أسهل من الاستثمار في قطاع السياحة حاليا، خاصة مع فتح الشوارع الكبيرة الجديدة هذه اللي موجودة على الشاطئ، وكل شعب فلسطين، كل شعب غزة بتلاقيه على الشاطئ. قطاع الكهرباء، يعني في ناس عم تتأجر عنا هنا فقط عشان تهرب من قطاع الكهرباء في البيوت. الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر المستمر حرم عشرات المستثمرين من رجال الأعمال استثمار أموالهم في الخارج، ما دفعهم للاستثمار في القطاع السياحي الذي بات يعتمد بشكل أساسي على السياحة الداخلية رغم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. الفترة الأخيرة توجه الناس بشكل عام على المنتجعات أو ممكن نحكي على الكافيتريات أو الكافي شوبات نتيجة ضغط فعليا أنه مش مرتاح في بيته، مش مرتاح في الوضع العام بشكل عام، سواء من الكهرباء سواء من الضغوطات النفسية العامة، فإشي طبيعي حيتوجه لأي شيء ممكن إن هو يفرغ طاقاته فيها أو يفرغ حتى طاقات أبنائه. خانية البلد لا خلتنا لا نسافر لا عند أهلينا لا نروح لأهلينا لا نروح نتفسح كمان برا البلد، قاعدين في غزة، ما يعني غزة حصار محصورة، يعني من قطعة الكهرباء، من قلة المعاشات للموظفين، بكل حاجة بكل حاجة. الحمد لله يعني فيهاش أمل غزة، كل شيء بنعاني، يعني ما فيش حدا في الدنيا ما بنعانيش فيها، يعني فبنضطر ان ناخذ اولادنا ونيجي في الاماكن اللي زي هيك بنلاقي راحه هنا وبنلاقي الناس يعني كويسين برضه كمان يعني بيستقبلونا وبنقعد هنا بناخذ راحتنا وبنرفع عن حالنا وعن اولادنا وبنروح. الحصار اللي مفروض على قطاع غزه، ثاني شيء المعابر دائما مغلقه، فالوضع يعني الاقتصادي حتى في داخل قطاع غزه سيء للغايه. يعني لاول مره بحياتي يمر علي سنة أسوأ من هيك، ما في شيء. يعني المنفس الوحيد هو اللي تم البحر، يعني الشاليهات والمنتجعات الثانية كمان لسه البحر أرخص كمان من المنتجعات الهنا عشان الوضع عشان الاقتصاد، وانت عارفة كيف يعني. وفي توجه ملحوظ للسياحة الداخلية لدى المواطنين تشكل بديلا للترفيه والسفر ودافعا قويا للمستثمرين وبلاذا للهروب من ضنك الحياة ومرارتها بفعل الأزمات المتفاقمة. تشكل السياحة الداخلية قطاعا مهما لدى المستثمرين خاصة في ظل ركود الاستثمار في غزة بفعل الحصار، مساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين وتعمل على تفعيل دورة رأس المال في النشاط الاقتصادي. لبرنامج فلسطين هذا الصباح سلوى ياسين غزة. من جديد مشاهدينا رجعنا لكم لاستكمال ما تبقى واياكم من فقرتنا لهذا اليوم، اكيد كل الشكر للزميله سلوى ياسين على هذا التقرير اللي اعدت لنا اياه لفقرتنا لهذا اليوم. برجع برحب بحضرتك من جديد دكتور ماهر، يعني من خلال التقرير شاهدنا احد المقابلات لاحدى المواطنات تتحدث عن بانه صعوبه الحال وصعوبه الظروف في قطاع غزه، وبالنهايه ختمتها بانه غزه ما فيها امل، ولكن الامل دائما بوجه ربنا سبحانه وتعالى كبير، بنتمنى بانه ربنا يفرج هالحال بحال احسن منه. لو نتعرف بدايه عن اسباب
هاي المشاريع الخدماتية وازديادها في الآونة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم ويسعد صباحكم. طبعا في البداية غزة كمدينة تقع على شاطئ البحر هي مدينة تعتبر سياحية. يعني في مشاريع يعني بنعرف سياحية ومنتجعات سياحية انتشرت في قطاع غزة ولكن ما أخذت فرصتها، انتشرت بأقلية حتى قبل بدء انتفاضة الأقصى. يعني احنا بنعرف كان في عنا أكبر منتجع موجود منتجع الواحة صحيح. في المنطقة السودانية، في منتجع النورس، هذه المنتجعات يعني كانت متعارف عليها. منتجع الواحة طبعا كان عبارة عن شاليهات على شاطئ البحر وكان يستقطب العديد من المواطنين من قطاع غزة ومن فلسطين 48 كانوا يجوا باستمرار على قطاع غزة. فقطاع السياحة كقطاع واعد بالنسبة لقطاع غزة بوصف غزة أنها بتقع على شاطئ البحر وهي المدينة الوحيدة يعني في فلسطين أو في ما بين الضفة الغربية أو في مناطق السلطة اللي بتقع على شاطئ البحر. تمام. طبعا خلال سنوات الحصار ومع إغلاق كافة المعابر وصعوبة السفر والحركة أصبح هناك يعني واجب وداعي لأن يكون هناك متنفس بديل عن السفر لمواطنين قطاع غزة. تمام. فبالفعل يعني خلال آخر خلينا نحكي 5 سنوات بدأ توجه رؤوس الأموال وبشكل يعني موسع وكبير للاتجاه للاستثمار في القطاع السياحي، الاتجاه للاستثمار في المشاريع الخدماتية يعني الملحقة أو المشاريع الخدماتية التي تعتني بالترفيه للمواطن. تمام. يعني احنا بنحكي اليوم عن انتشار منتجعات سياحية بشكل كبير، بنحكي عن انتشار الشاليهات الخاصة اللي بيتم تأجيرها في فترة الصيف، انتشار الكافي شوب أو القهاوي في قطاع غزة، انتشار المطاعم. يعني المطاعم طبعا احنا بنحكي عن الانتشار خلينا نقول بغطي يعني من المنتجعات او من الشاليهات الشعبية الى الـ5 نجوم حتى في المطاعم. اذا من غير يعني ان ناخذ يعني زاوية معينة بخصوص هذا الموضوع، يعني مش فقط المشاريع الضخمة اللي متعلقة يعني بالمواطنين الذين يملكون اموال، لا 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 لا, 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 لا هي فقط يعني خلينا نتحدث بشكل عام بشكل عام اجمالا يعني. تمام. يعني في بعض الشاليهات يعني انت بتحكي من الكافيهات المتوسطة وحتى أكيد يعني في منتجعات زي منتجع النور، في منتجع في الشمال، يعني في منتجع في رفح، يعني صحيح. حتى في كافة محافظات قطاع غزة، يعني حتى الانتشار ما تم التركيز عليه في قطاع غزة صحيح. أو في مدينة غزة، لا على مستوى قطاع غزة، يعني في رفح في منتجعات، في الشمال في منتجعات صحيح. في الوسطى في منتجعات، فكان هذا توجه لرجال الأعمال للاستثمار في القطاع السياحي كقطاع خدماتي. تمام. لاقى إقبال ورواج من قبل المواطنين نتيجة لعدم التمكن من السفر، بالإضافة إلى أنه بتمه قطاع خدماتي. تمام. لا يحتاج إلى حركة المعابر باستمرار. في يعني أنا اليوم إذا أنشأت ملاهي وتمت وافتتحت الملاهي ما بكون إلي اعتماد على المعابر، لا صحيح. بدي مواد خام أو بدي مواد أولية أو بدي أي شيء. تمام. فخلص فهذه بتكون مريحة للمستثمر. إذا دكتور هيك يعني عن الأسباب فينا نقول بأنه يعني صعوبة الأوضاع الداخلية في قطاع غزة بما معناه أنه يعني الكبت الذي يعاني منه أهالي القطاع وإغلاق المعابر والحصار أكيد. المفروض أكيد. كل هاي الأمور بتساهم في نشط السياحة الداخلية ونشط توجه المواطنين لأنه يتوجهوا اللجوء إلى الكافيهات إلى المنتجعات إلى الفنادق يعني للترفيه عن أنفسهم. يعني أحد رجال الأعمال على ما يبدو من خلال التقرير كان بيتحدث عن موضوع بأنه يعني الناس ممكن أو المواطنين لأنه ما في كهرباء في بيوتهم يجوا يحجزوا عنا شاليهات. أكيد هي أزمة الكهرباء هي هذه أزمة خانقة وبتخلي يعني إحنا إنه الناس حتى في ظل الحر
انها الناس بتخرج من منازلها صحيح وبتتجه الى شواطئ البحر او الى المنتجعات او الى الفنادق. لكن خلينا نقول انه ايضا طالما توجهنا للكهرباء انه ازمه الكهرباء يعني معيق كبير لتلك المشاريع. يعني اليوم صاحب المشروع السياحي او الاستثماري اذا كان كافيه او اذا كان فندق او مطعم مضطر انه يشغل او يكون موجود كهرباء على مدار 24 ساعة صحيح. حتى لو ما في عنده نسبة اشغال لانه هذا إذا يعني اذا ما تشغل الموتور خلينا نقول على مدار الساعة صحيح. ما راح يصير في اقبال صحيح عليها. حتى لو في ما في نسبة اشغال يعني فندق مثلا زي مثلا فندق المشتل اليوم في تقريبا 250 غرفة تمام. هذا الفندق لازم يكون مرافقه شغالة كاملة حتى لو في 10 غرف محجوزة صحيح. كويس وهذا بسبب عبء على الاستثمار وعبء على رؤوس الأموال وعبء على المستثمرين في تلك المشاريع تمام. هذا عن أسباب وجود هاي المشاريع الخدماتية وازديادها دكتور ماهر. ولكن يعني حاليا للأسف قطاع غزة من أكثر المناطق في العالم اللي بتعاني من قلة فرص العمل، من ازدياد نسبة البطالة بشكل رهيب خلال سنوات يعني متتالية قليلة خلينا نقول. كيف تساهم وجود هاي المشاريع في توليد أو إيجاد فرص عمل جديدة؟ طبعا أكيد يعني احنا بنتكلم عن معدلات بطالة مرتفعة في قطاع غزة هي الأعلى عالميا حسب إحصائيات البنك الدولي تمام. يعني ما احنا بنتحدث عن أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة، مستوى البطالة يعني تقريبا 55% كل هذه أرقام كارثية. بالفعل يعني المشاريع السياحية خصوصا يعني في فترة الصيف بتولد وبتخلق فرص عمل للعديد من المواطنين تمام، وإن كانت فرص عمل مؤقتة صحيح. لأنه هي هذه موسمية يعني صحيح. تمام مربوطة بالموسم السياحي يعني. يعني على سبيل المثال إحنا في المنتجع اللي فتح أخيرا اللي هو البلو بيتش صحيح. تمام يعني اليوم هذا المنتجع الحجوزات فيه كاملة يعني ما في حجز صحيح. ما في حجز هذا تقريبا يعني خلال الأشهر الماضية يعني ولد ما لا يقل عن 200 فرصة عمل تمام. فأي مشروع هذا بالحديث عن منتجع واحد أي كافيه بده يفتح اليوم أو أي مطعم بده يفتح بده أقل شيء يكون عنده 5-10 عمال يعني أكيد. موجودين يعني فهمت كيف؟ فهذا بخفض إلى حد ما من معدلات البطالة. وبهيك يعني دائما بنقول بأنه يعني الأمل بالفعل بوجه ربنا كبير، وإن شاء الله قطاع غزة بتتحسن الظروف فيه للأفضل دائما وأبدا. نتشكرك جدا على تواجدك معنا لليوم دكتور، شرفتنا ونورتنا، كان بودي يكون معنا وقت أطول ولكن للأسف هذا الوقت اللي معنا. الدكتور ماهر الطباع خبير اقتصادي، يسعد صباحك. يسعد صباحك. مشاهدينا الأعزاء بهيك بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم من استديوهات قطاع غزة. هلا رح بنتقل وإياكم مباشرة لاستديوهاتنا في رام الله والزميلين أو الزملاء مي وخميس. يسعد صباحكم. يسعد صباحك اسمع، شكرا جزيلا لك، صباح الخير. وإلى محطة أخرى من فلسطين هذا الصباح مشاهدينا بعد فاصل قصير نتحدث فيها عن واقع المرأة في المرأة الفلسطينية طبعا في الضفة والقطاع، وهذه الندوة الخاصة والمؤتمر الذي عقد يوم الخميس بمحافظة نابلس.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الفقرة. مشاهدينا نتوقف مع مؤتمر واقع المرأة في الضفة وغزة. هذا المؤتمر اللي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي، ولأول مرة ومنذ الانقسام شارك وفد نسوي كبير من أهلنا في قطاع غزة، قدموا إلى هذا المؤتمر واللي هو بتنظيم من دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام للنقابات في نابلس. صباحا انضم إلينا مباشرة من استديوهاتنا في نابلس منسقة المؤتمر عائشة حموضة. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا سيدة عائشة. ودعنا نبدأ من الأوراق التي قدمت خلال هذا المؤتمر بداية، و يعني أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالتحديد، والوضع المرأة الفلسطينية في الضفة والقطاع كيف تم تقييمه خلال الجلسات المختلفة؟ صباح الخير لك وللصبية اللي معك ولكل المشاهدين. بداية مؤتمرنا هو عن واقع المرأة في فلسطين، وكان هذا العنوان تحت عنوان النساء النقابيات في فلسطين في كل جغرافيتها. اعتبرنا هذا المؤتمر مبدئيا هو رسالة لكل صناع القرار بفلسطين انه احنا موحدين. طبعا هذا المؤتمر كان بحضور من نساء نقابيات في الضفة والقدس وغزة ونساء النقابيات في الداخل. طبعا المؤتمر هذا كان بسلسلة من الأوراق عن واقع المرأة الفلسطينية بعد العدوان في غزة، تقدمت بمحاور مختلفة. كمان نساء النقابيات في 48 قدموا عن واقع المرأة والانتهاكات التي تحدث للمرأة في داخل 48. احنا طبعا بحضور من شخصيات اعتبارية ونساء من الحركة النسوية ونقابيات الضفة. كان بداية بافتتاح مؤتمر يحكي عن واقع هدول النساء وسلسلة من النقاشات. طبعا هذا بداية كان مؤتمر، لكن استمر لمدة يومين باجتماع بين دائرة المرأة في الضفة ودائرة المرأة في غزة لوضع خطة ممنهجة للعمل المشترك بين الضفة وغزة. نعم. لما عنواننا كان بالأول ست عائشة. نعم نعم. لما نتحدث عن موضوع أو عن اسمحي لي إذا سمحتي، لما نتحدث عن مفهوم واقع المرأة، يعني هذا مفهوم فضفاض ومفهوم شامل. حتى نكون أكثر تخصيص ونسأل عن المحاور بالضبط اللي تم مناقشتها خلال هذا المؤتمر. تحديات المرأة في غزة تختلف عن في الضفة، تختلف عن الأخرى في داخل الخط الأخضر. بالتالي لو بدنا نعطي خصوصية لكل امرأة والمحاور بالتحديد اللي تم التناقش فيها خلال هذا المؤتمر. طبعا احنا بالخصوصية اللي صارت، الخصوصية صارت لقطاع غزة بثلاث محاور قدموا عنها، اللي هو واقع النساء من بعد العدوان، واقع النساء في البيوت في البيوت اللي البلاستيكية وهي كانت مشكلة كبيرة، اللي هو بيوت الإيواء، واقع النساء وانعكاسه على واقع النساء في سوق العمل في غزة. كانت توجد قصص كثيرة فعلا تقشعر لها الأبدان، واقع المرأة جدا سيء. أتفق معك في تفاوت بين الواقع في الثلاث مواقع اللي هن الداخل وغزة والضفة. بالداخل كانت الورقة بتناقش عن تفاصيل الانتهاكات التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الداخل. هناك تمييز واضح لكل الأكاديميين لما حكت جزء من القصص انه اليهود ما بردوش يكونوا اولادهم بمدارس اصلا فيها بيعلموا فيها فلسطينيين، قديش في انتهاكات للنساء الفلسطينيات في الداخل. دخلنا في الاوراق بتفاصيل لها علاقه بالانتهاكات اللي بتمس النساء سواء في قطاع غزه او بالداخل او بالضفه. لكن انا اتفق معك، يمكن في تفاصيل ممكن ما نتفق معها، ما في توافق بيناتنا، لكن في قضايا موحده. نحن تحت شعب فلسطيني موحد، بدنا اياه حر مستقل، عندنا اهداف مشتركه والمفترض تكون عندنا خطط مشتركه. حطينا ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول اللي راح يكون في المرحله الجايه اللي هو موضوع قرار 1325، هذا موضوع بالعنوان الأكبر نشترك نحن الثلاثة فيه، ممكن ينعمل عليه بنشاطات مختلفة لتوثيق الانتهاكات للنساء في مختلف فلسطين.
موضوع اللي له علاقة بالعمل اللائق. العمل اللائق هو عنوان لكل النساء في فلسطين، بس يجب العمل عليه بشكل متسلسل في الثلاث مواقع اللي أنا حكيت عنها. ومش بس هيك، كمان عشان إحنا ما نخلق هالفجوة اللي بيناتنا، وإنه واقع غزة يختلف عن واقع الداخل عن واقع فلسطين. إحنا نساء فلسطينيات قياديات قادرات على إنه نكون صانعات قرار، بداية إنه نكون صانعات قرار وإنه نكون مؤثرين في المجتمع. نعم. اختلفت التفاصيل، لكن بالمضمون وبالأهداف وبالقضايا نحن متفقين. نعم. في قضايا يجب العمل عليها. نعم. لما توجد نساء في بيوت الإيواء في غزة، هي مسؤولية ليست فقط النساء في غزة، إنما مسؤولية الفلسطينيات في جميع فلسطين. نعم. يعني أعتقد أنه ليس المؤتمر أو الندوة الأولى من نوعها التي تناقش واقع المرأة الفلسطينية بشكل عام. حاب أسأل، ما هو الجديد الذي قدم في هذا الموضوع؟ كيف تطرقتم لموضوع نقاش المشاكل وبالتالي وضع الحلول، حتى ولم تكن جذرية، لبعض القضايا التي بحاجة إلى حلول سريعة وملموسة ولها نتائج على الأرض بشكل أو بآخر؟ أكيد. أنا راح أقول لك ليش مختلف هذا المؤتمر عن المؤتمرات الثانية. أولا، وجود النقابيات من غزة ليس بالسهل كان وصولهم. إحنا إلنا أشهر منحاول لحتى يوصلوا النساء للضفة، لحتى يكون في اجتماع مباشر. وجود النساء من الداخل، هذا أنا بعتبره وجود جميع النساء من القدس وفلسطين.